دكتور عمار علي حسان، أهلا بحضرتك في قناة لوجوس. دكتور عمار، أهلا بحضرتك في قناة لوجوس. أهلا وسهلا. أهلا بيك دكتور عمار. حضرتك، إحنا النهاردة بنتكلم على موضوع العلاقة بين الدولة والدين وتدخل الدين في سياسة الدولة، خاصة لما بنشوف في مصر والشرق الأوسط عموما أنه طبيعة الشعب متدين والدين بيمثل جزء أساسي من شخصية الإنسان المصري سواء مسيحي أو مسلم. لكن السؤال دايما بيبقى، إلى مدى يجب أن يتدخل الدين في السياسة، خاصة بعد ظاهرة أكشاك الفتوى اللي شفناها في الفترة الأخيرة؟ إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟ يعني أنا أتصور أن علاقة الدين بالدولة في مجتمعنا علاقة متشابكة ومعقدة من عدة زوايا. الزوايا الأولى أن هناك مؤسسات دينية تعتبرها الدولة ركنا أساسيا من أركانها، وأقصد بالأساس الأظهر بالنسبة للمسلمين والكنيسة الأرثوذكسية بالنسبة للمسيحيين. المسألة الثانية أن الدستور والقوانين جعلت للدين حضورا في الحياة السياسية. الدستور المصري ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ويتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية كأصل للتشريع. كذلك القوانين، ومنها قوانين الأحوال الشخصية، مستمدة من الشريعة الدينية، وتركت لغير المسلمين فرصة تطبيق شرائعهم، ومن ثم القانون المدني مغيب من هذه الزاوية. المسألة الثالثة أو الزاوية الثالثة هي وجود جماعات دينية تسعى إلى السلطة وتطلق أفكارا حول علاقة متينة بين الدين والدولة، والدولة أحيانا تبرم مع الصفقات أو التفاهمات أو تأخذ وجودها في الاعتبار، ومن ثم يظل الدين متداخلا مع الحياة السياسية. الدين في مجتمعاتنا زائد في المجال العام، وحضوره قوي وطاغي في بعض الأشياء والمناطق والمسائل، ومن ثم من الصعب تجاهله. لكل هذه الأسباب نقول أن علاقة الدين بالدولة في مجتمعاتنا معقدة ومتشابكة، ومسألة الفصل تحتاج إلى جهد كبير، وتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى جيل آخر يؤمن بأن مدنية الدولة هي مسألة حتمية، وهذا الجيل لا ينظر إلى مسألة الدين باعتبارها الحاكم في المسائل المتعلقة بحقوق المواطنة أو سن القوانين وهكذا. طب دكتور عمار، الغرب مر بتجارب مماثلة لتدخل الدين في الدولة، وبناء على هذا رأينا مثلا في المجتمع الأمريكي أن الدستور الأمريكي ينص على الفصل بين الدين والدولة، وتطبيق هذا عمليا واضح جدا في المجتمع، وهم وصلوا إلى نتيجة أنه ده أفضل شيء لنمو المجتمع، وأنه أفضل لكل الناس سواء كان دينهم من الناحية دي أو من الناحية دي. هل ممكن من الناحية العملية، حضرتك وريت لنا شرح جميل لماذا الدين في مصر والدولة متداخلين في علاقة معقدة، لكن هل من الناحية المثالية من الأفضل أن تبدأ خطوات لألا يصبح الدين جزء من كل حاجة بتحصل في الدولة؟ وأنا عاوز برضو نتكلم على التطبيقات العملية، زي مثلا أكشاك الفتوى دي، أو زي أنه طول الوقت في مثلا في المترو أو في الأسانسير لما تدخل مبنى تلاقي حاطين آيات قرآنية، أو مثلا في أي أماكن مسيحية برضو تلاقي الدين داخل بشكل عميق جدا في حياة الإنسان. وأنا أعتقد حتى أنه تدين شكلي، يعني من ناحية العملية نجد كثير من الأمور اللي بتحصل ضد الدين كجزء من الشخصية. فبرضو إيه رأي حضرتك في النقطة دي؟ أنا أعتقد أن التجربة اللي مر بها الغرب احتاجت وقتا طويلا
كانت تجربة مؤلمة في علاقة الدين بالسلطة السياسية أو السلطة الدينية بالسلطة الزمنية. الفرق بيننا وبين الغرب هو أن الغرب خاض المسألة من الجذور، بدأت بتمرد الفن في القرن الـ15 على سلطة الكنيسة وارتباطها بالسلطة السياسية، ثم انتقل الأمر إلى الأدباء، وبعد ذلك وصل إلى المفكرين والفلاسفة، ثم منظري العقد الاجتماعي الذين صنعوا عقدا اجتماعيا بين الجمهور وبين السلطة يقوم على شروط مدنية، وبعد ذلك انتقل إلى المؤسسات السياسية، فأصبح هذا الفصل واقعا تؤمن به الأغلبية الكاسحة من الغربيين. للأسف الشديد نحن لم نمر بهذه التجارب حتى الآن، لا زال التعليم عاجزا عن صناعة هذه الثورة الفكرية التي تمهد لقبول فكرة فصل الدين عن الدولة. ومن ثم من رأيي أن المسألة تحتاج إلى وقت، يمكن أن نبدأ، بدأنا بالفعل، هناك الآن كثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين مع فكرة الفصل بين الدين والسلطة السياسية. هناك أيضا جيل من الشباب بدأ يدرك أن مدنية الدولة باتت ضرورة من أجل الدخول إلى العالم الحديث، وأن حضور الدين في الحياة السياسية يضر بتلك الحياة كما يضر بالدين نفسه، لأن السياسة استخدمت طيلة التاريخ وفي كل الأديان كخنجر مسموم طعنت به تلك الأديان. طب دكتور عمار، يعني حضرتك ذكرت تأثير المؤسسات الدينية وتحدثت عن الدور اللي ممكن تراه أنت أنه الكنيسة بتقوم به في منع انتشار التيار الديني، وقد يتفق أو يختلف معك بعض الناس، لكن أيضا إذا ذكرنا الدولة عموما نجد أنه لأنه الغالبية من الدولة هي إسلامية تؤمن بالدين الإسلامي، نجد دور الأزهر أكثر وضوحا في هذا الأمر، ونجد طلبات وجهت للأزهر حتى على مستوى الرئاسة من أجل تغيير خطابه وسياسته، مع ذلك نجد أسلوب غريب من تجنب هذا الأمر من الأزهر، بل بالعكس على ما يبدو أنه نوع من التحدي لكل هذه الطلبات، سواء من العلمانيين المتنيرين زي حضرتك اللي بتكتب مقالات دايما، أو سواء من الرئاسة الرئيس اللي اتكلم بنفسه، أو من كل الهيئات اللي بتطالب الأزهر بالتغيير. نجد مظاهر مثلا قانون مكافحة الكراهية، مثل أكشاك الفتاوي، دي كلها اللي على ما يبدو تتحدى الرغبة في تقوية التيار العلماني أو محاولة بدء ما بدأه الغرب. أنا رأيي أن السلطة السياسية ليست جادة في هذه المسألة، هي التي تقوي مثل هذا الاتجاه سواء داخل الأزهر أو داخل الكنيسة، وهي إذا خيرت ما بين التحالف أو التفاهم مع التيار الديني رغم كل ما جرى وبين التفاهم مع التيار المدني، هي تختار التيار الديني، لأن شقا من هذا التيار يؤمن بطاعة ولي الأمر، أخص هنا جزءا كبيرا من التيار السلفي الدعوي. أما التيار المدني الذي يطالب بتداول السلطة ويطالب بالتعددية السياسية وكذلك باحترام الحريات العامة في التفكير والتعبير والتدبير، هذا التيار إذا قوي فإنه سيزلزل الأرض تحت أقدام هذه السلطة، ومن ثم السلطة حريصة على وجود هذا الحضور الديني في الحياة السياسية، وكلامها عن التغيير أو تجديد الخطاب الديني لا يتسم بالجدية الكافية. وقد يقول بعض يا دكتور انه يعني التبرير اللي بتقدمه الدولة لهذا الامر انه احنا في وضع صعب من ناحية الارهاب، وانه لابد يكون في نوع من التضييق الان من اجل يعني ان احنا نقف ضد الارهاب. بس انا عاوز ارجع للنقطة الاخيرة دي وعشان يعني ننهي هذه المكالمة، هل حضرتك ترى امكانية، يعني إذا كنت حضرتك ألقيت بعض اللوم على الدولة لكنك تجنبت إلقاء اللوم في نظري أنا على المصدر الرئيسي لهذا الفكر المتغلغل وهو التيار الديني متمثل في المؤسسات الدينية، ألا ترى أهمية
ان هذه المؤسسات تبدا هذا الامر؟ وفي النهايه اقول لي هل انت متفائل؟ المؤسسات الدينيه لن تبدا لان وجودها واستمرارها ومصالح القائمين عليها مرتبطه ببقاء الامر على ما هو عليه. اذا الامر الامر على ما هو عليه يجعل هذه المؤسسات تدافع عن مصالحها وتزعم في الوقت ذاته انها تدافع عن الدين. وتستقطب عموم الناس او الجمهور العام لمناصرتها. وهذا الامر ينطبق على الازهر كما ينطبق على الكنيسه. دكتور عمار اشكرك شكرا جزيلا على يعني الحوار الفكري الرائع. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. شكرا جزيلا.